ومن موسكو ينضم إلينا مراسل الغد يوسف بيجار. يوسف، ما الذي خلصت إليه المشاورات بين الفصائل لحد الآن؟ هل من تفاصيل جديدة؟ نعم، منذ قليل أنهت الفصائل الفلسطينية مشاورتها في العاصمة الروسية موسكو ببيان ختام لم يفصح بعد إلى وسائل الإعلام، لكن أهم النقاط التي تم التطرق إليها هي ملفين أساسيين. الأول إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عن طريق دعم ملف المصالحة الفلسطينية وعن طريق دعم المساعي الروسية والمصرية، والملف الثاني هو مسألة التصدي لصفقة القرن وما يعرف كذلك بمؤتمر السلام في الشرق الأوسط. بعد قليل ستتوجه الفصائل الفلسطينية لمقر وزارة الخارجية الروسية للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإبلاغه بنقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال هذه المشاورات. ما المتوقع أن يبلغوه يوسف؟ ما المتوقع أن تبلغه الفصائل لافروف بشكل واضح؟ الموقف الموحد للفصائل الفلسطينية للتصدي لما يعرف بصفقة القرن وضرورة مطالبة الجانب الروسي بمساعدة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، هذا ما تسبو إليه الفصائل الفلسطينية حسب ما أكده عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق في تصريحات عصرية لقناة الغد. كذلك عزام الأحمد كان قد أكد بأن مشاورات موسكو إيجابية 100% لأنها كسرت حالة الجمود بين الفصائل الفلسطينية وبالأخص بين حركتي فتح وحماس اللذين يعدان هما طرفا الصراع في مسألة المصالحة الوطنية. موسى أبو مرزوق ثمن الجهود المصرية وأكد بأن مشاورات موسكو ستعبد الطريق نحو القاهرة لاستكمال هذه المشاورات ومسألة المصالحة الوطنية. نؤكد على نقطة مهمة وهي أن الفصائل الفلسطينية كلها وافقت على البيان الختامي عدا حركة الجهاد الإسلامي التي تحفظ على مصطلح دولة فلسطينية على حدود الرابع حزيران 67. ننتظر اللقاء المهم الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية بوزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم والمؤتمر الختامي الذي سيكون غدا في وكالة ريا نوفيستي. سنبقي عينا طبعا على كل هذه الفعاليات. شكرا جزيلا يوسف بيجار مراسلنا من موسكو.